العقاب الجماعي، التهجير القسري لسكان غزة، والذي ربما تزيد وتيرته يوما تلو الآخر بمسميات مختلفة، حتى أن القطاع اليوم ربما 90% كما تقول بعض المصادر بأنه أصبح خاليا من بعض أبنائه. نعم، يعني مساء الخير لك ولضيوف كل المشاهدين. مساء النور. يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي واضح أنها اتخذت قرار بتحويل قطاع غزة إلى بيئة غير قابلة للحياة، فهي يعني تمنع المياه وتمنع الكهرباء وتمنع الغذاء وتمنع الدواء، قصفت مئات آلاف الشقق السكنية وهجرت أهلها إلى مناطق خارج مناطقهم، من الشمال تم تهجيرهم إلى الجنوب. اليوم نحن في اليوم 71 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عدد الشهداء تجاوز 15,000 شهيد، عدد الجرحى قرابة 55,000 شهيد، والأهم والأدهى من ذلك أن هؤلاء الجرحى لا يجدون مكانا ليتلقوا فيه العلاج. لقد دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المنظومة الصحية في قطاع غزة بالكامل، حتى أن الجرحى لم يعد يجدوا أي مكان يعالجوا فيه. فبالتالي كل معالم الحياة في قطاع غزة يعمل الاحتلال الإسرائيلي القضاء عليها، وذلك بهدف يعني تهجير سكان قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ادعت أن حربها على غزة من أجل القضاء على حركة حماس، ولكن عمليا على الأرض هي تعمل حرب، تقوم بحرب إبادي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وعلى فكرة كمان الضفة الغربية، يعني هناك الكثير من عمليات الاقتحام والاجتياح وعمليات القتل، يعني ليس فقط في قطاع غزة. فبالتالي هي اتخذت من قصة القضاء على حركة حماس حجة من أجل إبادة قطاع غزة وإنهاء وجوده بالمطلق، وهذا تبين من خلال بعض الدعوات لشخصيات من المستوى السياسي الإسرائيلي التي دعت إلى تهجير، فتح باب الهجرة لسكان قطاع غزة. وهناك شخصيات إسرائيلية رسمية في الكنيست ووزراء، وزير طالب بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وأعضاء كنيست طالبوا بتهجيرهم. أحدهم قال هناك 193 دولة في العالم، لو كل دولة استوعبت 10,000 لاجئ من قطاع غزة لانتهت قطاع غزة. بالتالي واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوى السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي يرى أن الحل لمشكلة غزة هو تهجير أهاليها وجعلها بيئة غير قابلة للحياة. لهذا نحن نرى مئات الشهداء يوميا، آلاف الجرحى، لم تبقي في 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 قطاع غزة لا منازل ولا مراكز صحية ولا مدارس ولا جامعات. نعم. فبالتالي واضح أن ما يجري هو حرب إبادي كاملة لقطاع غزة، وليس القضاء على حركة حماس. هم يسعون للقضاء على الشعب الفلسطيني برمته، وقصة القضاء على حركة حماس هي مجرد شعار، وهم يدركون تماما، وهم أكثر ناس يملكون تجربة مع حركة حماس. حركة حماس لا يمكن القضاء عليها، حركة حماس كما قال حتى جنرالات إسرائيليين هي فكرة قبل أن تكون تنظيم وقوة عسكرية. فبالتالي هذه مجرد مبررات، وهي من أجل إبادة الشعب الفلسطيني. وهناك بعض التصريحات التي تقول أنه بعد الانتهاء من قطاع غزة يجب أن يكون هناك عمليات في الضفة الغربية من أجل القضاء على حركة حماس، وهذا يعني أن حرب الإبادة ستستكمل أيضا في الضفة الغربية التي هي عملية جارية على الأرض، ولكن بوتيرة أقل من ما يجري في قطاع غزة.